اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه رقم 67 من الوك ثرو لجاد فور راجناروك. معكم جيمي، يلا نبدا الحلقه هاي. بدنا نبلش من موسفلهايم. تمام، في عندنا الكروسابل، احنا مخلصين 6 من 15، فهذا الحكي يتضمن انه ضايل لنا 9 تشالنجز مش عاملينهم. تمام، فراح نعملهم هلا، زائد ديفند يور فالر اللي هو الكويشن مارك اللي طالعه. ديفند يور فالر انا كتير بنصح انك تخليه لاخر اشي. هون في عندك لوندا، احنا اوريدي عاملين ابجريد لكل اشي تقريبا، فلو بدك تعمل ابجريد لاني ثينج جو فور ات. المره الماضيه احنا بس كنا هون، في عندنا 3 ترايلز، واحده على الشمال، واحده بالنص، واحده على اليمين. كل ترايل كان فيها تنتين، فاحنا عملناهم كلياتهم، اخذنا اللوت. بس خلصنا اول 6، خلصنا الفيفر اللي اسمه كروسابل وطلع هذا السيف. هلا هذا السيف عشان تشغل الفايت اللي عنده بدك ترجع تلعب نفس التشالنجز الموجوده هون، بس بدك تعمل ميكس اند ماتش. اوكي، فمثلا بدك تبلش اللي على الشمال مع النص، واللي على الشمال مع اللي على اليمين. تمام، يعني شمال ونص بتيجي بيطلع لك فايت، شمال ويمين بتيجي هون بيطلع لك فايت، يمين ونص بيطلع لك فايت، يمين وشمال بيطلع لك فايت، ونص ويمين ونص وشمال، فهيك بنكون عملنا 9 فايت. فلو نبدا مثلا هون، هلا انا حكيت هم اول ما تيجي هون في اول مره انت بكون عندك توتال 2 فايتس بكل جهه، بكل وينج في 2 فايتس. بس خلص الكويست راح يفتح لك اديشنال فايت في كل مكان ثالث. فلو تيجي هون مثلا، لو متذكرين هون كان في عندنا 2 فايتس، الفايت الاول بيطلع لك دوائر فبدك تخلي الانيميز برا الدوائر، والترايل الثانيه كانت بدك تخلي عدد الانيميز اقل من 5 ات اول تايم. فهلا لو تيجي هون راح تلاقي في عندنا واحد ثالث فتح اللي هو بيحكي لك رابيدلي كل انيميز تو انكريز ذا تايمر، كل انيمي بتقتله بزيد التايمر. بدك تقتل انيميز عدد معين زي ما انت شايفين، معنا 30 ثانية وبدنا نقتل 22 واحد، فكل انيمي بتقتله راح يزيد التايمر. بدك تقتل 22 انيمي قبل ما يخلص التايمر. فهي الأول، هاي قتلنا 5، ممكن تستخدم هاي، استخدم اللي بدك اياه، لانه بعد ما تخلص اوريدي راح يرجع الكول داون زي ما كان. اوكي 19، عشرين، هيك 22. هيك خلصنا هاي التريال وحيعطينا لوت. افتح الصندوق، اوكي، فهي خلصنا هاي الترايل.
على هذا اللي بنعمله تابع للتراي اللي هتفتح لنا تحت. فاحنا حاليا بلشنا من اليمين، فهلا بدنا نعمل كومبينيشن بين اليمين والنص عشان يفتح لنا تحت فايت. فتعال على المنطقه اللي بالنص. هون برضو حيفتح لنا ترايل ثالثه. Okay. هون طلع لنا الانمي اللي بهيل. بهيل اخر واحد. اوكي هلا من هون رح ناخذ اللوت. No. فري اتحركي على المكان، خلنا ناخذ اللوت لو سمحتي. خذ اللوت. هلا كونه عملنا كومبينيشن بين تنتين، فالمفروض تفتح لنا ترايل بالنص. لو تروح على الترايل الثالثة اللي هي على آخر إشي على الشمال، هلا بنروح عليها، راح تلاقي إنه ما راح نقدر نعمل الترايل. هيها مسكرة زي ما انتم شايفين لأنه اوريدي عملنا كومبينيشن بين تنتين. تعال انزل هون زي ما انتم شايفين عاملين كومبينيشن بين R و N. هلا اللي بعدها بدنا نعمل R و F، بعدين بدنا نعمل N و R و N و F، بعدين F و R و F و N. فهلا R N الترايل اللي عندنا ديفيت ا سيريز اوف تشالنجينج انيميز، بس بدك تقتل انمي بوس رش تشالنج، فراح يكون عندنا بوسز. Outcome.
فأول وحدة راح يكون عندنا مجموعة من البوسز، مش هذا بس. اوكي كلها انتبه يعمل لك بلايند لانه كثير مزعج. تايم شيفت او سوري احنا بطلنا تايم شيفت، صار عندنا السيوف هاي ممتازه منيحه كثير، شايفين طرف السيوف ضلوا نضربه. اوكي لسه ضايل لنا كمان بوس. دبل تاب ضربت. ار 3 اوكي اعتقد ضايل واحد. فات شايفين قديش انها قوية هاي؟ هاي الاميوليت اخذناها من الاخر برزيركر كينج اللي قتلناه. هاي خلصنا واحد من ستة. فهاي الاميوليت جدا قوية. اوكي. اعتقد بليزنج امبر هي الايتمز اللي كانت لازمنا عشان نطور التشيست، فخليني اشوف. سمولدرنج امبرز بدنا. بدي كمان واحدة. اوكي. فزي ما حكيت فور ناو خلصنا واحدة يمين وواحدة بالنص، هلا بدنا نخلص واحدة يمين وواحدة على الشمال عشان نرجع ناخذ كمان تريال. هلا ما بتفرق اي وحده انت بدك تنقي، نقي الاسهل لك واعملها ما حتفرق. اوكي مثلا هاي بدك تقتل، بدك تخليهم العدد اقل من اربعه، وهاي بدك تخليهم اوت اوف ذا رينجز. خلينا نعمل هاي. On the left!
covered in by frost. بدك تقتل الإليت ما يكون في أكثر من أربعة في الأرينا. وهيك خلصنا. ارجع خذ اللوت. اوكي. بيوريفايد بون جلوينج امبرز. عملنا اليمين وعملنا على النص، هلا بدنا نروح على الموجود على الشمال. اوكي، لو تطلع هون عندنا ضاوي حرف الار، قبل شوي حرف الان، فهلا بدنا نعمل حرف الار وحرف الاف اللي هي اخر وحده على الشمال موجوده هون. هون نفس الاشي، نقل بدك اياه، بس احنا الثالثه مثلا هون ما عملناها، فبدنا نعملها. بدنا نقتل 20 انمي بالوقت اللي حاطين لنا اياه. ار3 اركب عليه واقتل الانيميز. بطل في انيميز. اوكي مات. ستاش. تمنتاش. تو مور تو جو. هيك خلصنا هاي رامبيج. خذ اللوت. اخذنا كمان سمولدرينج امبر. هلا بنقدر نروح نعمل الارمر تاعنا ماكس ليفل، وبتاخذ تروفي انك تو ابجريد الارمر تو ذا ماكس. طبعا هاي التروفي لارمر ست وحده، يعني بدك تعمل ماكس لنفس الست. اوكي هيك، هلا يفترض انك تاخذ تروفي كونه كل الريفن تير ماكس ليفل. وهون يفترض انها فتحت عنا نيو ترايل زي ما شايفين ار اف فانتوم تشالنج ديفيت اول انيميز. بدنا نقتل الفانتوم. لما يضوي مع الحجر.
اوكي هلا بدك تضرب هدول الاشياء بس بنفس الوقت راح يكون في انميز يطلعوا. لا مش معقول انتوا قتلتوني. لا ما مش موافق مش موافق بس بسيطة ما في مشكلة. Again تاك اوكي سبرينج على طول. اوكي ما كان قصدي هذا بس اوكي بعد ما تقتل كل الانيميز راح يخلص الفايت ويطلع الفانتوم تاكم ار 3 اوكي تمام هيك يعني انا مش عارف اول مره متت لانهم كثروا عليه كثير. شفتوا؟ هلا سكر بدك ترجع تعمل نص يمين نص شمال. اطلع هون بدناش نروح اليمين بدنا نروح النص. اوكي فنيجي هون
هذا حرف ال N. ونفس الشيء نقي اللي بدك إياها. Which challenge should we undertake? ناخذ تاعت الاوربس هاي اللي بتقتل انمي بنزل منه اورب. الاورب بدك ترميها في ال الاورب بدك ترميها في البورتال. لا هيك بنكون خلصنا ويف 1. اوكي واحد اثنين ثلاث كل ما صار الانمي اصعب كل ما زاد عدد الاوب اللي بتقدر ترميها. اوكي خذ الاورب منه. خذ الاورب ارميها. خذ الاورب خذ الاورب مش ارمي الاكس. اثناش ثلاثاش هاي اربعتاش اوكي هاي خلصنا هذا الراوند. خذ اللوت. وين اللوت؟ اوكي بدنا نروح نص يمين بعدين نص شمال. هون اختار برضو اللي بتريحك. يعني راح اختار هاي فتحت لنا ليقتل انميز عشان يزيد التايمر. Yeah.
اوكي وين ضايل؟ بدنا ثلاثة تري مور هيك خلصنا هاي هلا يفترض تفتح لنا واحدة ثالثة عارف دخلنا على 32 بس بدي اشوف شو الفايت اللي بده يطلع لنا هلا اذا كان لانه في فايت كثير بطول فاذا كان هو بخليه للحلقه الجاي وبنكملهم راح يبين عنا اسمه هلا هيك عنا ان وار سيرفايف انتل تايم الابسز اوكي هاي الها دخل بالوقت بدنا نضلنا عايشين لحد ما يخلق ولا يلا هات نعملها هات نعملها المره الجايه بنكمل الباقي يلا 300 ثانية مش شيء عظيم إذا رحت على الفاير بتاكل دمج
150 ثانية. لا 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 فريات هاي عايشيني صاروا كتار. ابعدوا عني شوي ابعدوا. بس سيرفايف سبع ثواني سبع ثواني. ايش كثير كثار كثار سلوم انه خلصناها تبا سيرفايف ذاتس ات. ما في ايش ثاني تعمله. اوكي اخذنا كمان سمولدرنج امبر. هلا خلصنا 4 من 6 اذا انا مش غلطان. فاينل تشالنجز 3 من 6 تمام. فاحنا عملنا نص يمين. في الحلقه الجايه حنعمل نص شمال وشمال نص وشمال يمين وبنكون اولموست دن وضايل لنا البوس فايت اللي هو جنا ان شاء الله. هذا الحكي راح احاول اخلصه كله في الحلقه الجايه تكون الحلقه الاخيره. فلحد هون كان معكم جيمي. لو عجبتكم الحلقه لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليه وقت ثرو تقولوا في الكومنتس. بنشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.